إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. تكملة الدرس السابق الذي قمنا به بإنشاء الواجهة الرئيسية للبرنامج في دورة إنشاء مشروع تسير الراتب. دونك الحمنا منو كلينا الجروبات، كلينا الجروب بوكس. دونك راح نستعملو واحد الموقع اسمو ميست إيماج، إيماج ليست. هذا المكون، مكون هنا نروحو أعطينا ليست، نروحو لهنا لهذا المروه تاعو. هو هنا واش يقصد بالبارينغ هاي وبينغ ويت، يعني حجم الصوره. نحطو 32 بيت. بعد نستعملو هاد البلاصه هاذي، نخرجو هكا، نديرو بلوس، نجيو لهنا، نروحو بلون ديال لي زيماج لي بغيناهم. كيما انا في البيرو عندي مجموعة من الأبلات، مدري شو راح نحافظهم. نحافظهم إذا كان تحقيق أكثر، نحطهم بس نمامو في دينكس فورم. بعد نروحو مثلا باغ اكزومبل هاد البار تو البار تاعنا، نروحو نخيرو ايماج ليست. هاي هنا نعطيو هالو. دونك هو هنايا راح يحوس. هو نروحو للكومبوزون تاعنا ايماج ليست، نجيو لهنا نحوسو عليه ايماج ليست كابشن. نعم لو هذا ديفون ايماج ايماج انت اوكي ايماج ليست. ايماج حط ايماج ليست، شوف كي نحط ايماج ليست واش تعطينا. هذا قناه هنايا دونك كيف كيف نجيو لهنا، يعني نعطيو في الإيماج في الإيماج هكذا، نشوفو هكا. هذا الدرس بسيط باش تفهمو كيف هو البرانسيب تاعنا. مرة جاية نبداو نحطو لي زيكون، نحطو التسميات، نحطو كلش، نخدمو واجهة كاملة للبرنامج. ماذا بيكم ديرو تستي وتخدمو حتى نتوما معانا، تخدموا لو ميم برينسيپ واش خدمنا، و اشاك فوا ايتاب بار ايتاب تلقاو روحكم خدمتو بروجي كامل ومنه تستفيدوا بكلش. نقول لكم السلام عليكم والدرس الجاي ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.